السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. كان واحد الفيديو يمر في مواقع التواصل الاجتماعي تاع شبان من بلدية الحمامات بالجزائر العاصمة. بلدية الحمامات هي كما بكينا نقولها باروما، يليه على بوينت بيسكاد رئيس حميدو، عندك لا بوينت بيسكاد، عندك لي زوليزون بلو، بعد تجيك الحمامات باروما. باروما هذه الناس يعني بكري انا يعني عشت هذيك الفتره هذيك، كنا كنروح من باب الواد باروما بالنا تسمى نادرنا حاجه كبيره، تروح ليه كان ليلو وكاين البحر الحمليه، تشوف بأننا بعدنا ما نعموش في باتوفاني ولا فرميلا ولا ليدان ولا قد ما تبعد كل ما تحس بروحك مليح هكذا كانت لا. ولاد باروما ولا بوات بزاف قراو معايا في الليسي هنايا، معروفين بالرزانه ديالهم بارابور ولاد باب الواد. باغ اكزومبل انا من باب الواد كنا شويه خفاف، باروما لا تقال رزان كدا. وهاد الرزان هادي شتها هنايا اليوم في هاد الفيديو اللي راح ندوز لكم. شبان ما شاء الله يتكلموا على الحرقه، يدفنوا في واحد وليد حومتهم، ويتكلموا على هما دابو يدمونديو البارتاج، الناس تبارتاجيو. علاش؟ ماشي باش يتشهروا ولا باش كدا، وانما باش يوعيو. وشوف يعني مليحة دي جون هكذا منا، هادو اللي لو كان جات الدولة دولة وجات عندنا بلاد صح، هادو اللي تعول عليهم باش تبني بيهم الجزائر. ناس عندهم وعي، عندهم نضج، عندهم الله يبارك في الخشخاش كما يقولوا، ولكن للأسف محقورين مهمشين. شوفوا منهم اللي يحبوا يروحوا يحاربوا، سمعت يحرق خلاص وبقالوش أمان في هذه البلاد هادية. ما نطولش عليكم، أنايا دابور نحيي هاد لي جون هادو ونخليكم تسمعوا، ونقولكم تتمتعوا بالكلام الرزين اللي راهم يقولوا فيه، يعني كلام فريمون ما شاء الله. إي صافي بليزير كي يشوفوا ولاد بلادي هكذا يهضروا وهكذا يفكروا، ويعني يخلينا يبقى لنا أمل في الجزائر. أنا أقول لكم ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام. وخليكم مع هاد لي جون في هاد الفيديو هادي، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، نحييكم خوتنا من الحدادة الحدادة. خوتنا اليوم عندنا ميساج مهم، ميساج تاع الناس اللي مات غير كيما في بيروما، 8 عباد اللي تقلب بهم البوطي، كاينه مرا وكاين بيبي في عمره عامين ولا 7 سنين، من شهور ان شاء الله، 7 سنين، وحده 7 سنين. بلا ما نهضروا على المساغر اللي ماتوا، اللي الكبده تاع يماهم راهي محروقه، بلا ما نهضروا على الماساه اللي راهي عايشتها بلديه الحمامات ولا الجزائر العاصمه ولا العالم البشري خويا العزيز، بيسك خسرنا 8 افراد من الناس هذو مات. فالتليفون دقيقه، معليش في اللايف، معليش هاو يبان زاكي. خوتنا احنا تجمعنا دوكا لهنايا، فاش كاينه جنازه تاع خونا دريس دوك يدفنوه للقاوه هكذا، الله يرحمه ناس خرموش صح. كاين الناس اللي راهي تقول كاع نص بانو ونص ما بانوش، كاين الناس اللي تقول بلي نص بانو ونص ما بانوش، دونك احنا ما نهضروش حتى ندفنوا الانسان باش نقولوا مات، باش نقولوا مات صح ولا لا؟ خويا امين راهو معاكم العزيز. شوف السلام عليكم خوتي، انا بالك كاين ناس تعرفنا كاين ناس ما تعرفناش، باش تعرفونا احنا ولاد بيروما. انا راني ليزونسي تاع بيروما، خوتنا راهم معنا. صارت هذيك الحادثه تاع طلعوا قلنا 8 عباد في فلوكه، هما الحومه راحوا داتهم الظروف، فاهم؟ ركبوا في قوارب النجاه وقارب قوارب الموت، احنا نقولوا قوارب الموت باسكو دوكا يتخلى على الحاله، فاهم؟ دوكا اللي يخرج راهو ما يوليش، فاهم؟ ما يسلك منها غير طويل العمر. دوك واش نقولوا احنا؟ صارت لنا هذه اللعب، صارنا ابتلاء، طاحت علينا مصيبه في الحومه اللي هي قلت لكم ولاد حومه ركبوا وما بانوش، وكاين اللي بانوا 200 كيما عمر سكال الله يرحمه الله يرحمه، عندها 4 ايام كيما دريس، دريس خونا دريس ثاني شويه هكا اللي وليد حومتنا وتربى معانا وخونا ونعرفوه، ربي يرحمه ان شاء الله يكون متوها الجنه. ومرت ادريس كاين اللي يقول لك هي، كاين اللي يقول لك هي بين وبين، الله يرحمها ثاني. ولادو ثاني اللي مازال ما بانوا، خونا الحديري مسانكلو وخونا نبيل اللي تربى معنا كبر معنا ورانا تحت دارهم. ماذا بينا اللي يشوف هذا اللايف اللي يشوف هذا الفيديو يعاوننا بالبارطاج،
احنا ماناش نبارطاجيو باش نشيعوا ولا حاجه، رانا نبارطاجيو باش نحوسوا على باش نقدوا روح فوالا فاهم. للمعلومه برك باش نقول لكم، احنا صح ما راناش نبارطاجيو باش نشيعوا، رانا نبارطاجيو باسك انا ثاني كهذا البحر تربيت فيه وكبرت مع هذا الناس تعرفنا هذا الانسان تما والديه كانوا يعرفوني كي كنت صغير. دوكا قعدت انا يحبط قبلهم حبط قعدت لهنا هنايا حبيت نيماجيني باش كاش نروح خف. تيماجيني انسان غارق، تيماجيني انسان يمه محروقه عليه ما على بالها لا مات ولا ما مات، مدى بها برك تسمع عليه خبر يا ميت يا حي. خويا العزيز قبل ما ديرها، ما رانيش نقول لك انت ماشي مليح كي ما ديرهاش ولا انت مليح، قبل ما ديرها خمم كيفاش رايحين يسوفريو دياركم، وقبل ما ديرها خمم كيفاش راح تسوفري كاش راح تغرق. وي خو باسكو علاش ترمي روحك في البحر ما بالكش الا تروح ما سيكونت بورزون تلحق سيكونت بورزون ما تلحقش ما تلحقش. وربي سبحانه يقول لك لا تلقوا بانفسكم يهتهلوك تما فاهم. ماذا بينا احنا اللي جانا هذوما اللي نشوفوا فينا خاوتنا كاع رانا شوف واحد فينا ما مليح في الدنيا شايف قاعدنا مشاكل قاعدنا ظروف احنا كاع نعرفوا بعضنا هنا في الحومه كل واحد وظروفه شايف كيما انا فقدت الوالده ديالي شايف خفرونجين ديالي قال لي راهي مريضه شايف عندي خويا ثاني مريض فاهم كل واحد فينا حاب يصوفي حياته يتسمى ما تصوفيش حياتك بهذا لافاصو. ماذا بينا اللي جا انت وعنا يتوعاو شايف نقول لك نهضروا الحق فاش بنقول لك ما كاش فينا ما عندوش مشكل في دارهم ولا شي حاجه ولا ضغوطات ماذا بينا نوعيو احنا احنا شوف كيما نضحكوا كيما كذا كيما نوعي نهضروا سيري شايف بنقول لك ماذا بينا اللي جاني يا خوتي توعى شايف توعاو شويه وديروا ربي في قلبكم والصبر صبر جميل. خويا العزيز ما من انت كي تشوف زعما لي فيديو الناس اللي دارت لك فيديو رانا لحقنا رانا لحقنا ماشي هو الحق عن بالك انت تلحق ولا ما تلحقش. انا نتمنى لك باش تلحق ونتمنى لك تلحق وتنجح وتفرح الوالده تاعك. ما نتمنى لكش تلحق وتولي في الصندوق ولا ما توليش كاع. هذه وحده كاينه واحد النقطه نبعتها تانيك للسلطات الوصيه كمواطن جزائري يكني قلبي بالك بالك توجع شويه بصح مليحه. خمم كيفاش هذا المراه رفدت ولادها وراجلها وحرقت. معناتها الدعوه صعابت شويه، معناتها الناس راهي تعاني، معناتها في 2021 صبحنا بالحد على كلش غالي. معناتها الانسان اللي يخلص 3 ملايين واللي يخلص 2 ملايين واللي يخلص 7 ملايين ما يلحقش يعيش بالدين. الضيق المشاكل لي بروبليم فاميليال، الخو ما يرحم خوه، الاب ما يرحم ابنه، الابن ما يقادرش باباه. رانا في ضغوطات اللي لازم نسولاجي وروحتينا بصح لازم تداويونا نتوما. هاد المراه لو كان جات شويه قاستها شويه هنا شويه اللي تسع ولا شويه وليداتها يكبروا في لهنا اقسم بالله ما تطلق ولادها ولا تخير هذا البحر ولا تخير هذا لاصان. هاد لاصان شوف 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 بحر قال تركب تروح ما على بالكش ولا ينوض عليك. خويا العزيز ما من تالي راك داير دوك في بالك قوارب الموت هادو مع 10 ملايين 11 مليون تروح تموت 500 لتر ليسونس رافدها وموتور وثمانية عباد الله يهديك. انا واش نقول لك خمم على والديك ولا كنت انت ولد راك حاب تروح لوروب باش تصوفي يماك دير بالك باللي يماك تولي تبكي ويحنوا عليها الناس وما تحباش تشوفها بهذيك الوضعيه. علاش لازم نشفقوا على بعضانا؟ علاش لازم نشفقوا على بعضانا ولا لازم يموتوا لنا شبابنا ولا لازم نسانا تحكموا بديبريسيون؟ على بالك انا كي قال لي ورا وزهير كي قال لي باللي مراه 7 سنين قداش كون بديت نسقسي على بالك كي تسمع من بعيد وكي تكون قريبه ماشي كيسير راك فاهمني وجعتني. خويا العزيز انت انت اللي راك حاكم منصب انا ما نسبكش ربي يعاونك وراك تخدم في الوطن والمواطن. تخايل برك مرتك ولا تخايل وليدك ومرته ولاده 7 شهور هذاك البيبي مسكين شت البابات كي بدا يلعب به كي بدا تحلال وبدا يهضر قدا حب يصوفيه. الله غالب الميزيريا والهم الله غالب ما راناش ملح ما نقولوش غير للشباب صح الحرقه ماشي مليحه وراكم تدوا انفسكم للتهلوكه وراكم تحرقوا كبده يماكم وراكم درتوا الغبينه في الاحياء حومتك تكون زهوانيه ترجع شويه راح فلان راح فلان راح فلان زيد نعمل لك راسك كاين ناس كيما رانا نهضروا دوك راه يتخمم باش تروح صح بصح لا لا لازم نتكاكاو الشعب راهو يجوع كلش يغلى الضيق الميزيريه دوك دوك حنايا ما قلنا لكم والو قلنا لكم برك حنايا رجليونا غير شويه الله فينا شويه رجليونا غير شويه برك حنا والله العظيم ما نطلبوا القصور ما نطلبوا لي فيراري ما نطلبوا والو نطلب كي ندخل للدار نحس روحي راجل
مع داري، ولكن دخل الدار ما لقاش مشاكل. دي خويا ساكن معايا، وليد عمي، وليد خالتي. مادا بينا مادا بينا ثاني كي نحسوا روحنا في بلاد ثاني. مادا بينا فهمتني؟ احنا هذا اللي طورا، شو هذا اللي طورا؟ اسمع من داك الضيق، انا باكي كاين الناس تعرفني من داك نغني تلمو الحزن، شاف عايش عايش عفايسك، شاف نغني عفايسك ما يعرفوني. نعرفك انا ونعرفك. باش نعرف روحي. اللي طورا اللي طورا البرك. اللي طورا لو كان استغليناهم. لو كان هاد الشباب اللي ماتوا راهم لاباس بهم بحوانت ويخدموا ناس وعندو خنين. كلش غالي خاوتنا، تربية ما كاش. البراني كي يدخل عندنا نحقروه ونسبوه ونسرقوه، عيب. لازم انتوما يا السلطات الوصية لازم ترقليو هاد الشعب. الشعب خلاص ما راهو لهنا. يطلق شوية الحبيلة، راك خنكت بزاف خو. الناس راهي تخنق روحها في الماء. هاد لابلاج هنايا كنت متربي في أحضان أمواجها. حبك مقبل وقفت الرهبة حكمتني. علاش حكمتني الرهبة؟ بيسك راني خايف نخمم كيما جان هذا اللي راح مات. ملا بريسيو خاف. ما راناش ننتقدوا فيكم، الله يعاونكم خدموا. شوفوا البلاد راهي ليكم، الدراهم راهم ليكم، أعطونا لهنا والصحة وليتساع. ناس هادو ما كاش اللي ما كلاش الميديتي هنا، وما كاش اللي ما باتش في طونوبيل، وما كاش اللي ما باتش تحت فلوكا، وما كاش اللي ما عندوش هم دوك. حنا ما راناش نقولوا عندنا الهموم ولا لا لا، وديرونا ريقلي والامور. الناس راهي تحرق بنساها. مره رفدت وليدها سبع شهور خو. يا خو اسمح لي دقيقه. مام شباب تاع الجزائر نهضر باسم الشباب. يا خو عندنا كفاءات، عندنا عباد قاريين، عندنا عباد في السبور، عندنا عباد بريزاهم في السبور، بريزاهم في كاع، عندنا عباد فنانين. نهضروا احنا دوكا يا خو باش نحلوا صفحه جديده. الطبقه المهمه شان نفتحوا صفحه جديده. نفتحوا صفحه جديده، احنا ماشي باش نحاسبوا ولا باش نضاربوا. لا 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 لا، رانا على بالك اللي قبلها راح اللي قبلها كيحكموا فيه عنابه سي على عنابه. قالوا له تموت وكذا، قال لهم راني ميت في البلاد. راني ميت، جاني ميت، الله يرحمه عليكم. ماذا بينا نحلوا صفحه جديده. شبابنا كاين واحد الصنف، دوك نخل اروح حبيبو، كاين واحد الصنف اللي يحرق بمجرد يشوف تيك توك ويدير سيلفي قدام امور تصويره. هذوك كاين صنف هذا، وهذا الصنف هو اللي يقتل اللي عايش في الميزيريه، هو اللي يقتلهم. بيسك هذاك اللي عايش في الميزيريه يشوف ستائبه ثمانيه، انا الثامن، أربعة أنا وفاميلتي، خمسة الله يهديكم. شوف رحت لعيون ترك آمين، والناس يشهدوا لي صادمين ومشاهدين. رحت لعيون ترك نشوفك ما في نشوفك على بالك ما آمنش. عيون ترك في النهار لاباس وبخير، في الليل تتقلب. أنا نشفى بكري في البور، يجروا موراك جي بي اس. دوكا ولاو الحراقة يجروا موراهم لابوليس، ومن بعد راه قاعد فلوكا خارجة، راه قاعد خارجة. ما عليناش يا بات بروبليم، كاين ناس غيتسترزق من هذا الشيء بدم الناس. بصح دير حسابك شتكي تركب في الجات سكي في الصيف، اقسم بالله العظيم غير على حطام العائلات اللي حرقتهم. اقسم بالله العظيم ثلاثه كيما الكاس تذوقوا للوالدين هادو اللي راهم محروقين تذوقوا. انا السيد مقبل قلت له علاش ما جاوش دارهم؟ قال لي يا خويا مهما قلنا لهاش، قلنا لها مازال ما رضى. على بالك صاروش دوك انتايا، دوك انتايا ارواح انتايا اللي تعطي له الفكره ولا اللي تدعم هذه الفكره. انا مانيش ضد الناس وما راناش معاه. انا ضد شوف يما هي يما خويا العزيز، تبكي يما وتبكي يما كيف كيف. هذه القاعده، تبكي يماك وما تبكيش يما، ما كاش منها. دوك انتم دعمونا بالبارطاج باش نلقاو الناس هادوما، ودعموا بالبارطاج باش تشوفوا خاوتكم اللي في عمره 18 20 30 باع موطوا ورايح. يا خوك رايح في فلوكا تبيكي بيك راح تخو. احنا نشفاو احنا نشفاو ما تبارطاجيوش شفاوتي، ما تبارطاجيوش مازال ما بغيتش. وكاين حاجه ثانيك، الحكايات اللي راكم تحكيوهم كل واحد وش يغني عليهم. يا خو كل ما يموت انسان نوضو حنا نطبلو ونولو فلاسفه ونولو نعرفوا الحكايات. يا خو ما تعرف الحكايه كتمها، ماشي كل ما يعرف يقال. ونعاود ثاني كنولي اسمع، ما تبناش الحقائق بمجرد الظن، ماشي الظن في واحد ما داو سرهم معاهم. تاكد دوك الميساج هذايا، هذا الميساج للجزائري بصفته من رئيس الجمهوريه الى ادنى مواطن، المواطن الصغير قاعيتي كيفهمها، باللي احنا لازم نزقمو روحتينا، وانتم لازم تطلقوا الحبيله باسك انقبضت بزاف. انقبضت للدرجه اللي لي جان هادو ما عندوش واش يحكي، ما عندوش واش يعبر. احكي العزيز انفجار صح. اسمع انا هادي خمم نحر. اسمع كيما انا يا خوني دع ثاني للصيادين لاباس كي كتاب جايه وارن مستغانم تلمسان يزيدوا يخرجوا شويه البركش ما يلقاو كاين فاميليات تم يحوسوا على ولادهم.
وما يلقاو لي كادافر هذا سورتو الصيادين بنيهم الصيادين خاطر الصيادين لما يلقاو هاد الحراقه اللي ماتوا الله يرحمهم غير الصيادين لما يلقاوهم ويعيطوا الحمايه المدنيه والمعلومه كاينه غير كيما البارح ولا هاد السمانه لقاو في القل دو كادافر دونك الناس القل المير تاع تاع القل هضر معانا وقالنا بعثوا لي تصاورهم دوك نروح نحوس من الشرق للغرب دونك زيدوا دعموا هذا الامير باش يلقى هاد الناس وهاد الناس ولاد بلاده وليد بيروما هو وليد القل وليد القل هو وليد وهران وليد وهران هو وليد بسكره وليد بسكره هو وليد طامر انا جزائري الاصل ديني الاسلام دمي في داك يا وطني هذا اللي جان لو كان كشما كاين على البلاد تلقى هو الاولاني بصح يا خو راني نشوف فيه هو الاولاني تانيك لا ويهرب ولا هاد الجان اللي راكم تشوفوا فيه هذا هنا ما يصلحش ومن بعد يطلع لفرنسا فرنسا تخدمو دير له تاويل تزقمو ما يحبش يحبط بلادنا راهي تري على بالك هما ياكسبتيو لي جاني في تري وهذا مليح هذا ماشي مليح هذا بعثوا للبلاد هذا ديه للحبس هذا خلينا منه يديو كفاءتنا ومن بعد على 20 سنه وليدي وليدك وكدا يسمع باللي كاين طبيب وين في الانجليز خو طبيب شباب لازم تخلص مليار ونص باش تروح دير العمليه شكون هذاك الطبيب زين يا خو وليد بيروما شايف كيفاش عيب عيب يديولنا ناسنا ويديولنا دراهمنا ويديولنا ثرواتنا وحنا اللي نمدوهم بالمقابل المهم شغل ما دير ليش سمير برك وما دير ليش ما تزيرهاش عليا ما رانا نقولوا والو سرحوها اللي جا هذا ما كان سرحوها شويه خدمه شويه كذا شويه اللي يغلط يخلص اللي يغلط يخلص اللي يلعب مال الحكومه ولا مال الدوله ولا مال الجزائر يخلص صح هذا اللي جاي لو كان عنده برك اللي تسع شومبره وحده سي بون حنا بلاي ولا حلم يا اخو علاش تهضر على الزواج والطونوبيل تليفون ولا حلم يا ناس كاين ناس يتلاقى بالحم غير من العيد للعيد حتى يمدوا له الناس ربي يهدينا يا خو ربي يهدينا لازم نخموا على بعضنا لازم ماشي خصي بون انا ما نكره انا كذا وانت يا ايه هاد الشعب هو لازم اش بيك يا خو شكون اللي يلحق لك المعلومه اللي يلحق لك المعلومه ويدخل مارشيات يشري طوماطيش ب 25000 وتضروا ما تضروش خو يبعث شوفير يشريها له ما رانيش نقول لك بصحتك اديها بها برملها ببحرها بكلش بصح شويه ولا نلتاو نسبوا بعضنا معارضه ماشي معارضه والسياسيين وحنا رانا نموت ونغرقوا وكذا وانا نهضر على فلان يا خو انا شوف فيا كي هذا الجان وهذا الجان كي ما يروحش حراقه كي يكون خدام كي يكون لاباس به هذاك هو الصح وبصحتك تزاير بها برملها ببترولها بكازها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.